أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية أن تحقيقاً جنائياً في جرائم الحرب فتحته نيابة باريس في 15 من الشهر الجاري بحق نظام الأسد لارتكابه انتهاكات في سوريا بين العامين 2011 و2013. يأتي ذلك في وقت أنشأ فيه عدد من النشطاء الحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات لتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب من شبيحة الأسد الهاربين إلى دول الاتحاد الأوروبي. نتابع التقرير ونعود. بعد غياب تام لأي قرار دولي في حماية المدنيين السوريين، وبعد عجز محكمة العدل الدولية الذراع القضائية للأمم المتحدة عن تمرير أي قرار يفضي إلى فتح تحقيق دولي لما يحصل من انتهاكات في سوريا، وبعد فشل محكمة الجنايات الدولية في ملاحقة أفراد الميليشيات والشبيحة التابعين للنظام والمتورطين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الشعب السوري بعد فشلهم جميعا، انفردت النيابة الفرنسية وحيدة في رفع دعوى قضائية في نيابة باريس ضد نظام بشار الأسد وبعض رموزه ممن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بين عامي 2011 و2013، حيث أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية أن القضاء الفرنسي بدأ فعلا بإعداد وجمع مزيد من الوثائق التي تثبت قيام النظام بانتهاكات واسعة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مستندين بذلك إلى دلائل عدة من أشهرها شهادة قيصر الذي كشف عن آلاف الصور الفوتوغرافية لمعتقلين سوريين قتلوا بأكثر الطرق وحشية في سجون النظام. إلا أن القضاء الفرنسي لم يحدد بعد إن كان تحقيقه سيقتصر على المجرمين الواصلين لفرنسا فقط أم سيسعى لتوسيع التحقيق ليشمل دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي، خصوصا بعد نشاط حقوقيين سوريين بشكل لافت في الآونة الأخيرة في تسليط الضوء على مجرمين تسللوا بين المهاجرين إلى الدول الأوروبية وقدموا أنفسهم إلى دوائر اللجوء بصفة لاجئين. ذاك ما دفع النشطاء لدق ناقوس الخطر عاليا وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بملاحقة ومحاسبة القتلى والمتورطين بأعمال عنف ضد المدنيين السوريين. وما إن بدأت تنتشر هذه الصفحات حتى سارع نشطاء الثورة لبث صور عشرات الأشخاص الذين تحولوا من قتلة ومرتكبي أفظع الجرائم إلى لاجئين ومهاجرين، وهذا ما دفع سياسيين وحقوقيين إلى التفكير مليا بإنشاء قواعد بيانات لتجميع الوثائق والتحرك في إطار قانوني لمحاسبة من هجر وعذب ومن قتل. ينضم إلي محمد الشامي ناشط حقوقي من ميونخ عبر الهاتف. محمد، حضرتك أحد النشطاء اللي عم بيقوموا بتجميع قواعد بيانات عن الشبيحة والمجرمين والقتلة اللي عم يطلعوا من سوريا على شكل لاجئين للدول الأوروبية، حكيني أكثر عن تفاصيل هالشي اللي عم تعمله. تمام، أول شيء مساء الخير لك ومساء الخير للمستمعين. بدي أقول أنه الفكرة انطلقت من حوالي شهرين، صديق لنا كان جاي عن طريق اليونان برا وقال لي انه انا قابلت الانسان اللي قام بفصلي انا شخصيا من الجامعه، فمن من هذيك الاونه انطلقت الفكره على اساس انه نحن نقدم اسماء ووثائق للمحاكم الهجره بالاتحاد الاوروبي لمنع اعطاء حق اللجوء للناس اللي نحن اصلا كسوريين مدنيين هجرنا بسببهم. انطلق الموضوع بشكل صغير مصغر جدا، يعني كان على حلقه ضيقه، لكن فيما بعد العديد من الناس قدموا اسماء وقدموا صور ووثائق، يعني كل الناس اللي هن خرجوا حقيقه من سوريا بسبب الظلم، خرجوا حقيقه من سوريا بسبب هاي الميليشيات وهدول المجرمين، كل واحد بطريقته قدم ملف عن مجرم كان سبب بتهجيره أو بقتله أو بقتل أحد أفراد عائلته أو أحد أصدقائه. وانتشرت هاي الصور بسرعة، يعني هذا الموضوع انتشر بسرعة عالية على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك. وعلى هذا الأساس نحن قمنا بتجميع هاي الملفات ودراستها بشكل عم نقوم بدراستها بشكل دقيق أكثر، وحتى إذا كان في فيديو لهدول المجرمين موثق بالصوت والصورة بيكون أقوى، يعني ملفنا أقوى
بمحاكم الهجرة هون أو بمراكز الشرطة الخاصة. شو الإثبات الأول اللي هن بيحتاجوا للتوثيق محمد؟ الإثبات الأول اللي بتحتاجوه على الشخص هاد بأنه هو يعني مجرم أو شبيح أو إلى آخره، اللي بتحتاجوه ليكون فعلا هو دليل وتوثيق ليقدم لمحاكم الهجرة. تمام، هلا نحن اللي بتحتاجيه بشكل أولي هو صورة توثق حمله للسلاح، هذا بشكل أولي. بعد ذلك بعد توثيق الصورة بيكون التوثيق بالاسم وبالمنطقة اللي كان اللي قام هو بالتشبيح أو بأداء الجريمة فيها أو بمكان عمله كان بسوريا أو مكان وقوع الجرائم اللي هو قام فيها مع الميليشيات اللي هو تابع إلى. يعني طبعا نحن هون عم نخص ميليشيات، مو بس ميليشيات جيش النظام وحده، نحن عم نحكي عن ميليشيات ضخمة جدا، يعني ألوية شيعية كانت موجودة بجنوب دمشق بالسيدة زينب، ألوية شيعية كانت موجودة بحلب، كمان بالناس اللي هم كانوا متعاملين مع الاستخبارات وبعد ذلك رفعوا السلاح ضد الشعب السوري، بالإضافة إلى قادة. يعني أنا اكتشفت أنه باللمسة من يومين وصلنا ملف موثق لقائد أحد العمليات بريف اللاذقية اللي كان معروف عنه، كان مسؤول عن قطع آذان المعتقلين بريف اللاذقية. اكتشفت أنه هو وصل للنمسا حديثا، يعني مثل ما قلت لك الملف ما بيخص فقط الناس اللي هن كانوا موجودين بجيش النظام وحده، حتى بده ممكن يمتد فيما بعد ليطالع ناصر من داعش إذا كان ذلك ممكن. يعني إذا طيب لحد الآن تقريبا عدد الحالات اللي تم توثيقها إلى الآن تقريبا، وإذا فيك يعني تفصل لي في ميليشيات شيعية في النظام في حتى اللحظة بسوريا عم نحكي عن 180 حالة. في حالات طبعا استثنائية بنقدمها إذا وصلت إن الناس اللي تبع الحشد الشعبي بالعراق، هدول أكثر معلومات اللي عم تجي عنهم إنهم موجودين بفنلندا. لكن على بطبيعه الحال نحن كسوريين مختصين بالشان السوري وحده، لكن نتيجه ما تعرضنا له من ضرر من هي الميليشيات ممكن نحن نوسع هذا الملف لحتى يشمل حتى الحشد الشعبي. طيب شو باي مرحله صرتوا هلا؟ لساتكم فقط بالتوثيق ولا تقدمتوا لمحاكم الهجره؟ شفتوا محامي؟ شفتوا اي حدا ممكن يساعد يعني بهذا الموضوع؟ هلا نحن تواصلنا مع الناس اللي هم حال مع المختصين من النمسا وبالمانيا، جاري على القدم وساق. لكن الفكره بدنا نحاول ان نوصل لفرنسا، مثل ما قال بالتقرير انه هو عم يعملوا توثيق لجرائم النظام او كذا، فما عرفنا نحن اذا كان هذا الموضوع بخص فقط جرائم الناس اللي هن موجودين بفرنسا او بكامل اوروبا. لكن يعني بحب اقول للناس انه الموضوع راح يروح للمحاكم، لانه احنا تواصلنا مع مختصين قانونيين اوروبيين ومواطنين اوروبيين عرضوا علينا المساعده بهذا الموضوع، لكن ان تكون هو لانه بشكله خطر عليهم حتى هن باوروبا، يعني هن بشكله خطر عليهم كمجرمين. طبعا لانه انت عم تحكي عن مواطن اوروبي بيدفع الضرائب من جيبته للاجئين لحتى يجوا هن يعيشوا بسلام، اللاجئين المدنيين. يعني انت عم تحكي عن حق اللجوء الانساني بين قوسين، يعني انت هارب من حرب، مالك هربان كمجرم وجاي تحتمي هون. صحيح. وهذا طيب. هذا الشيء اذا استطعنا توسيعه فيما بعد لازم يتوسع للسويد بشكل اكبر، لانه طيب نحن رح نضل على تواصل معكم محمد، ورح نعرف اخر كل ما صار معكم مستجدات حطونا بالصوره كمان لنحكي عنها. بتشكرك ناشط حقوقي محمد الشامي من ميونخ. نختم حلقة اليوم بأغنية تحت عنوان تسلم إيدين الثوار لحسام طحان، إلى اللقاء.